الأهلي يكتفي بهدف في شباك أسوان من ركلة جزاء لعلي معلول في شوط كانت السيطرة والغلبة فيه لصالح النادي الأهلي، ولكن محتاجين نزود بجول تاني ونقتل المباراة. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف آراء محللنا الفنية في أحداث الشوط الأول. انتظرونا. برحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، هدف مبكر النادي الأهلي وسيطرة ميدانية يعني لعبا ونتيجة، الغلبة لصالح النادي الأهلي. زي ما الكباتن شرحوا الفرق بين إمكانيات لاعيب النادي الأهلي ولاعيب النادي أسوان. أسوان هي بتعمل أكتر حاجة عندها، بتحاول تكون موجودة جوه الجيم، بس بفعل فاعل، بفعل الميز باص اللي بيعمله النادي الأهلي، بفعل الارتياحية اللي فيها لعيبة النادي الأهلي، وحاسين إن الجيم بتاعهم يقدر يخلص في أي وقت، لكن ده مش موجود في كرة القدم يعني. إنما برضو في النهارده عناصر جديده دخلت، عملت حيويه جوه الملعب، عملت اختراقات، عملت ثغرات، منه حسين الشحات ما كناش بنشوف الكوره دي بقى لنا ثلاث ماتشات، اللي هي الثرو اللي بيجي هو دايما متعود انه بيقطع القطع دي كويس جدا، وكان هدف هارد، لكن قفشه عملها له حلو قوي. امتالي مش كده؟ قفشه مش كده؟ اللي عملها له مين اللي وصله؟ عبد القادر. قفشه قفشه عبد القادر اللي وداه. الله. انت كنت تقدر تعزز الفوز، وده المطلوب، وده المطلوب دايما، انك انت لما تلعب ماتش وتكسب ويجي لك الفرصه انك تجيب جول بتحركات شادي سريع جدا في المنطقه، ابتدى يعمل حيويه برده، ابتدى يساعد. عايزين نهدى شويه في انهاء الهجمه، يعني ما تبقاش الكره على طول سريعه سريعه سريعه، تدي المهاجم فرصه انه يلحق يشوف العرضيه، او ما يبقاش هو تحت ضغط كمان وهي بتتلعب مش عارف يلحقها. شايف ان العلاقه بين عبد القادر وعلي معلول صريحه جدا، ان هو نفس الاختراقات بنفس الشكل بنفس الباس بنفس التعامل عشان اعمل العرضيه، لا انا عايز يبقى عندي هدوء نسبي ادي فيه الامكانيات. يعني انا شفت حسين شحات بيرقص واحده واثنين، هو شايف هدوء من اكرم، اي نعم بيحاول يبقى جامد جدا وهيعور نفسه، قلنا قبل كده عايزين يبقى اهدى ان هو يخلص، وهو في الحاله دي من باص مش لازم اتاخر فيها السنه دي بتفرق كتير قوي. فانا عاجبني الحريه بتاعت اللاعبين زي حسين وقفشه. بس لو جبنا الكره اللي حضرتك بتتكلم فيها بتاعت حسين الشحات، نفس اللعبه اللي بص فيها كريم فؤاد الماتش اللي فات لشادي، وشادي حتى في اللعبه دي خد خطوتين لورا، ولكن حسين كان واخد القرار ما بصش حتى لشادي. انا مش عايز اكمل لك، اقول لك اصل ده في المنطقه دي، انك انت الاحساس بتاعك انت تشوط تجيب جول، لو شاطت بدلك ان ما دخلتش كان ممكن يديها لشادي. شادي جاي في نفس الوقت وفري بقى، ما كانش معاه حد خالص، انما هو احساسه هو جوه السته، صعب عليك انت كلاعب انك تضيع فرصه لنفسك انك انت تجيب هدف. صحيح. ف نفس الشكل بنفس الضغط ده لازم اللعيبه تحس المباراه لسه في الجيم. اديك شفت ايفونا لعب واحده كانت ممكن شالها، والانضباط بقى والارتكاز بتاع الاثنين الديفندر بتوعك ونص ملعبك، ما تبقاش الحكايه مفتوحة ان اي كونتر اتاك عليك يبقى فيه خطوره. صحيح. كابتن اسامه، فوز مستحق او نتيجه منطقيه لاحداث الشوط الاول؟ يمكن كان النتيجه ممكن تزيد واحد واثنين وثلاثه. الاهلي طبعا افضل، الاهلي بيضغط من البدايه زي ما قلنا في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، نفس الاسلوب بيتبعه، ضغط عالي جدا من شادي والشحات واحمد عبد القادر وراهم قفشه، سيطره على اللقاء، ولكن هي في مشكله، احنا جبنا جون بدري، ومش انت مش مطالب ان لازم كل ماتش تكسبه 3-4، انت جايب جون وفي وقت مبكر من اللقاء، انت رافع ايقاع اللعب بسرعه غير عاديه، توصل احيانا لدرجه الـ4، ولذلك شفنا بعض التمريرات في وسط الملعب بتبقى مقطوعه من احساس ان اللعيبه عايزه توصل بالكره سريع جدا لمرمى اسوان. يعني انت جبت جول مبكر، لازم يبقى فيه هدوء احيانا، في نقل الكره بشكل في اتقان، تحاول تجيب فرقه اسوان عليك شويه، لان هم بيلعبوا بتكتل شديد وبيحاولوا يقفلوا المساحات، سواء في الجانب اللي فيه علي معلول وعبد القادر، او الناحيه الثانيه ناحيه اكرم وحسين الشحات، ولذلك الاختراقات في الاطراف ضعيفه النهارده شويه، لان هم عاملين تكتل كبير قوي، فانت عايز تطلعهم بره
يعني في نص ملعبك تجيبهم على فانت جايب جون انت مش متعادل. فلازم الايقاع ساعات احيانا يهدى شويه مش على طول سريع 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 سريع. فبتوصل لمرحله بقول لك اخطاء وصربعه. يعني انا شايف انه يعني لما بيتحرك حسين الشحات او احمد عبد القادر في العمق شويه تعمل خطوره زي التمريره اللي عملها انا بقول مجدي بس هو كابتن شريف بيقول احمد عبد القادر عمل تمريره الجول لشادي لركله الجزاء. انا عارف دي بس انا بتكلم حتى على اللي هي انا كنت فاكر قفشه بس الكابتن شريف قال لي ماشي أحمد يعني عبدالعبة. لما نجيبها نشوف مين هو ايا كان من اللعبة فيهم لكن هي التمريرات البينيه دي بين ورا المدافعين بين المدافع قلب الدفاع والباك عامله خطوره لما بيتحركوا فهي ناقصه شويه ممكن تضرب برضو عن طريقها مدافعي اسوان لان هم واقفين على خط واحد وواقفين قدام شويه قوي. ايوه بالظبط بيتقدموا لقدام شويه بيحاولوا يبعدوا عن خط ال 18 بتاعهم مزبوط. فلازم التحركات دي تبقى كتيره يعني اللي حسين عملها دي حلوه قوي والتمريره حلوه قوي متقنه بس لازم تبقى كتير حتى من احمد عبد القادر. احمد عبد القادر كل كوره عايز ياخدها ويبتدي المراوغه يعني كل قرار عايز يعمل المراوغه فما بتنجحش في كل وقت. صحيح نتمنى الشوط الثاني يبقى افضل وتقدر تجيب جون بدري هيفتح الخطوط خاصه صحيح. النواحي البدنيه هتقل عند لعيبه اسوان في الفترات الاخيره من اللقاء ممكن تجيب اهداف فيها. كابتن عادل سريعا رايك في اداء الفرقتين الشوط الاول؟ يمكن تعالى نبدا بالاهلي عبد القادر البص مش منتظم عنده وكمان حتة الفردية لازم يغيرها دي واحد. اتنين الشحات برضو ضياع الفرص يعني الحاجات دي بتخلي الفرقة بتروح حتة تانية. ديانج حتى الباص بصورة مش جيدة ديانج بيعمل باص بصورة مش جيدة حتى منعم في الناحية الدفاعية أخطأ وفي أكتر من مرة وحط الكرة غلط يعني قفشة التحرك من غير كرة لازم يبقى أكتر من كده. حمدي برضو بيأخر كرة في رجله ديانج الباص بتاعه مش منضبط. أنا بكلمك على دي السلبيات أما الإيجابيات هو التحرك من غير كرة اللي هي بتاع اللي عملها حسين ولكن أضعها لكن تحرك كويس الباص المباشر. النادي الأهلي عشان يكسب دائما الفرق اللي عايز أقول لك عليها اللي هي في الليفل الثاني مش في الليفل الاول في الكوره يعني لازم يعمل السيناريو الاولاني والتاني لازم يجيب جون والتاني علشان يضطر الفرقه تروح للبلان التاني فلما تروح للبلان التاني تفتح وممكن تجيب جون كتير. طيب كابتن بلال ايه اللي محتاجه النادي الاهلي الشوط الثاني لزياده الاهداف؟ محتاج سرعه في الاداء الاهتمام بالباص محتاج اللعيبه كلها تطلع مع بعضها يبقى في تحرك جماعي مع بعضها. لعيبه النادي الاهلي فاتحين الملعب بشكل كبير منديهم فرصة لفرقة أسوان إن هم يلعبوا كرات طولية في مساحات موجودة فبالتالي أنا بشوف في اثنين عليهم أو في ثلاثة النهاردة في الملعب عليهم عامل مهم جدا جدا حمدي فتحي وأليو دانج ومجدي قفشة الثلاثة دول مهمين جدا جدا. قفشة برضو النهاردة في أوقات كتيرة جدا بيستلم من تحت الفروة لا لازم يبقى في لازم تقرب المسافات شويه من حمدي فتحي وقال دياب خاصه ان الاثنين السنتر باكس بتوعنا ما بيتخرجوش ورا الهجمه بعاد جدا عن عن شادي حسين المسافه بعيده جدا فده دور مجدي قفشه اللي يبقى متواجد في نص الملعب عشان هو اللي هو يعني احنا دايما بنقول ايه البلاي ميكر هو المايسترو بتاع اللي بيتحكم صحيح. في الاداء هو المفترض ان هو يعني هو اللي العقل المفكر للفريق. قفشه النهارده لازم تحركاته تبقى اكثر من كده اكثر ايجابيه يتحرك تحركات عرضيه وتحركات طوليه. انا شايفه على طول كل كوره عايز يستلمها ما بين الاثنين السنتر باكس وما بين الميد فيلدرز بتوع فرقه اسوان صعب جدا جدا مش تقدر تخلق مساحات مش تقدر تلعب كوره بسرعه. الكورتين الثلاثه اللي لعبناهم بسرعه قدرنا ان احنا نوصل من الاطراف بشكل صح. كويس لكن للاسف العرضيات بتاعتنا لم تستغل اولا لسبب مهم جدا ان شادي حسين لوحده في ال 18 وده شيء في قلة سلبي جدا جدا بزبط. الطبيعي ان يكون حسين الشحات مكمل من الناحيه دي والطبيعي الناحيه الثانيه برضو يكون احمد عبد القادر مكمل من الناحيه الثانيه لان هم دول اللي بيزودوك في ال 18 بتاع نادي اسوان كان ما بيحصلش يعني انت حتى لما بتروح بكره سريعه عرضيات يعني بص لحسين الشحات لما راح بالعرضيه هو خد بالك اضطر انه يشوطها لانه وقف واستنى ملاش حد مكمل غير شادي حسين
ومعاه مام، مفيش حد ثالث ورابع مكملين يعني. مفيش احمد عبد القادر بعيد شويه شويتين، اليو ديانج وفتح بعاد عن ال 18، مفيش حد مكمل في ال 18، مجدي قفشه مكان عمل الدبل باس وقف مكانه ما كملش. بس هو شادي خد له الخطوتين لورا بحيث ان هو يعملها له لورا، لان الجون كان اتفتح، بس هو كان واخد القرار خلاص. بس خد بالك الحاجات اللي زي دي يا كابتن، يعني انت بتشوف، انا اقول لك، انت شفت اتفرجت على ريال مدريد امبارح لعب الثرو باس، ضرب بيها الخصم واحده الثانيه، لقينا مين اللي بيروح الناحيه الثانيه، الوينج رايت الناحيه الثانيه هو اللي بيكمل، اتحطت له جول صح. أيوة. يعني هدف من هجمه سريعه منظمه جدا النهارده قفشه الشحات الطبيعي جدا، عبد القادر مكمل هو الاثنين الطبيعي. أيوة. يعني لما يروح يلاقي اثنين بالعرض يلعب لواحد فيهم، ده طبيعي. انما انت النهارده مستني زميلك يفكر ويستنى ويوقف على ما انت تيجي براحتك، لا. لازم نلعب كره اسرع من كده، الاهلي محتاج نلعب كره اسرع من كده عشان يوجد لنفسه فرص انه يسجل بيها اهداف باذن الله ربنا. كابتن شريف، الشوط الثاني احساسك هنزود الاهداف ان شاء الله باذن الله؟ اعتقد ان احساس اللعيبه والجهاز الفني ان هم محتاجين لهدف ثاني ضروري. فده الكلام اللي هيكون في غرفه من البدايه هتلاقي التكثيف والضغط والشكل اللي قالك عليه بلال برضو، ارتكاز بعض اللاعبين الصح. يعني مش هينفع السبيس اللي هو موجود ده الكوبكت كله. صحيح. وده واقع بيعتمد على عبد المنعم ومتولي، يعني لازم برضو يلمه مع نص الملعب، الكره الثانيه تبقى بتاعتنا اسرع منهم. صحيح. كابتن عادل هنشوف الجول. افتكر ان تغيير سافيو وتاو ممكن يعمل حاجه اضافه للفرقه. كريم فؤاد ممكن، كابتن اسام هنشوف الجول الثاني. اعتقد ممكن النادي الاهلي يحرز هدفين ثاني باذن الله، وبالذات في الوقت الاخير من المباراه، لان اعتقد ان النواحي البدنيه لفريق اسوان هتقل مع الوقت. كابتن بلال اعتقد ممكن يبقى في اهداف شوط ثاني لو سرعنا رتم الاداء شويه ان شاء الله باذن الله. كل توفيق النادي الاهلي لتحقيق الفوز الشوط الثاني وزياده عدد الاهداف. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.